الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم بالخير والمحبة والسرور. أهلا ومرحبا بالجميع، نتواصل مع حضراتكم في هذا المساء وفي سادس هذه الأشواط المسائية وفي خامس أيام هذا المهرجان، المهرجان الذي يحتضن هذه المنافسات ويحتضن هذه التحديات وهذه الشعارات، مهرجان سيدي سمو ولي العهد الأمين الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. نبدأ مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه الرحلة الجديدة السادسة المخصصة للثنايا القعدان في أمسيتنا التراثية الجميلة في هذه الليلة، ونبدأ مع مقدمة هذا الشوط. الشوط ومن يحتل المركز الأول أيها الإخوة الأفاضل يحتل مقدمة هذا الشوط متابعينا الكرام، هملول للسيد مبارك بن سرداح العتيبي من يحتل مقدمة هذا الشوط. نتابع وإياكم المركز الثاني، من يصلنا في هذه اللحظات إلى ثاني المراكز. الله، من يتواصل هنا راهي مصبح بن سيف بن مصبح، من يتواصل العميمي العليلي بن طوق، هذا هو يتواصل على ثاني المراكز. يا سلام الوضع، ما يطمن يا العتيبي، يا راعي هملول، الوضع خطير للقاية، الوضع خطير للقاية. مشاهدين الكرام، مشاهدينا الكرام أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو هملول في المركز الأول، هملول في المقدمة. مشاهدينا الكرام، تعود ملكية هملول لمبارك بن سرداح العتيبي، السيارة تقترب يا العتيبي، السيارة الجي الستيشن. يا سلام الله، واصل يا العتيبي، واصل يا العتيبي. الله الله الله، الخطورة بانت، الخطورة واصلة. فران بن محمد بن قريح المري، من يتواصل على مستوى المركز الثاني. يا سلام، السيارة بين بن قريح وبين بن سرداح العتيبي، وهنا كذلك بن قريح المري يتواصل هنا على مستوى المركز الثاني، ولكن هنا بن سرداح مع هملول. اللحظات الحاسمة. مبروك يا بن سرداح، نزف لك التهنئة ونحملها على ظهر سرداح أو على ظهر هملول، ونزفها أيضا لمبارك بن سرداح العتيبي. يا سلام، نزف التهنئة لأشقائنا بالمملكة العربية السعودية، ونزف التهنئة محملة على ظهر هملول لمبارك بن سرداح العتيبي على فوز هملول وتحقيقه بهذا الناموس، ومنذ البداية وحتى أن وصل إلى خط النهاية وهو من يتألق. مشاهدينا الكرام، لن يتراجع ولن كذلك يتنازل عن هذا المستوى الرفيع وعن هذا المركز المتميز. تهانينا لبن سرداح على هذا الناموس. مبارك بن سرداح العتيبي المركز الثاني. يصل في المركز الثاني القاطع للسيد مبارك بن سهيل بن مبارك اكتبي. أما المركز الثالث، يصل في المركز الثالث راهي للسيد فران بن محمد بن قريع البري. أما المركز الرابع، يصل في المركز الرابع حملول للسيد حمد بن خيرات العامري. أما المركز الخامس، فيصل في المركز الخامس شهيل للسيد محمد بن راشد المهيري. نتابع وإياكم مشاهدين الكرام هملول الذي انتزع معنا هذا الشوط، ومن بداية هذا الشوط وهو من يتألق وهو من يقود هذه الجموع حتى أن وصل بأمان وسلام بعد انتصاره وبعد فوزه بسيارة هذا الشوط في مهرجان سيدي سمو ولي العهد الأمين. لحظة وصوله إلى خط النهاية
12 دقيقة 58 ثانية 9 أجزاء من الثانية. نهني مالك هملول مبارك بن سرداح العتيبي على هذا الناموس المركز الثاني، يصل مشاهدينا الكرام القاطع 13 دقيقة وبدون ثانية وثمان أجزاء من الثانية. نهني مالك القاطع مبارك بن سهيل بن مبارك الكتبي أم المركز الثالث، فيصل مشاهدينا الكرام راهي 13 دقيقة ثلاث ثواني جزء واحد من الثانية. نهني فران بن محمد بن قريع.